أظهرت إحصائية نشرها مجلس شؤون الأسرة أن 66.2% من الشباب السعودي لم يتزوجوا أبداً، فيما بلغت نسبة المتزوجين 32.4%، بينما بلغت نسبة المطلقين 1.3%، أما نسبة الأرامل فقد بلغت نحو 0.5 فقط. وأشار المجلس إلى أن احترام الحياة الزوجية والمحافظة على استقرارها قيم تغرسها الأسرة في نفوس أبنائها مبكراً من خلال إعلاء القيم التي تنشر المودة وتصون العلاقة بين الزوجين. ووضع المجلس 5 خطوات تعزز احترام الحياة الزوجية لدى الأبناء، منها تشجيعهم على الالتحاق بدورات تدريب المقبلين على الزواج. موضوع يستحق النقاش، خاصة مع تكرار ذكر بعض الأسباب التي يقدمها بعض الشباب من وجهة نظرهم، ومن بينها قيمة الراتب الذي لا يضمن فتح بيت بشكل مناسب، وأيضاً الخيال الذي تعيشه بعض الإناث بالنسبة لفتى أحلامهن بحسب تعبير البعض، وأيضاً المطالب الصادمة لبعض الأسر مقابل قبول الزواج. في المقابل بعض الإناث ينظرون للموضوع من زاوية مختلفة، والبعض يرى أن شباب اليوم يستسهل الدخول في العلاقات عوضاً عن الإقدام على خطوة الزواج. تعددت الأسباب والنتيجة واحدة، عزوف الكثير من الشباب والشابات عن الزواج. هل أصبحوا يعانون من الرهبة من الزواج؟ هذا ما نود معرفته في حلقة اليوم.